فوجئنا ان الاعداد. طب ما احنا عندنا النيابه العامه والكليات الشرطه وجميع الجهات بتعمل حاجه اسمها كشف هيئه وبتعمل اختبارات، ليه النيابه ما بتعملش ده؟ ما هو ده بقى دي الاليه الجديده اللي احنا اتخذناها. مجلس 2015 بقياده النقيب سامي عاشور خد قرار بانه لابد انه ينقي الجداول من كل فئه ما بتشتغلش من قبط المحاماه، ما بيشتغلش اي واحد ما بيشتغلش في مهنه المحاماه ويمارس مهنه المحاماه ممارسه فعليه، انا بقول له اتفضل. ولذلك الضوابط اللي الدنيا قامت عليها بس التنقية. أيوة. التنقية حسب مفهومي ان انت المحامي اللي مش مشتغل، المحامي اللي ما عندوش بطاقة ضريبية، ده اللي مش اللي ما بيشتغلش. تمام. انا بتكلم عن تنقية سلوك المحامي، يعني انت ممكن يكون عندك محامي مشتغل مقيد في النقابة ليه بطاقة ضريبية لكن سلوكه مش قوي. بالنسبة للسلوك في اليات، يعني سعادتك النهاردة لو في اي محامي تجاوز مثلا، كل فئه وكل جهه بيتنقى عندها، يعني النهارده المحامي لو تجاوز حدود وكالته في نقابه في حاجه اسمها تاديب.